العالم يقف متفرج وصامت لأهجهية العدوان الصهيوني على غزة، رغم التنسيق العالي من كل الجهات الدولية لإدخال المساعدات إلى شمال غزة الذي يعاني من حالة الجوع. وكلنا شاهدنا عبر وسائل الإعلام الناس التي كانت تنتظر المساعدات، إلا أن الاحتلال باغتهم. الناس العزل لا يمتلكون إلا الدعاء إلى الله. الناس العزل البسطاء إلا أن الاحتلال باغتهم وهم ينتظرون الدقيق. وهناك وقعت المجزرة، مئات الشهداء ومئات الجرحى. الاحتلال يتعمد قتل وتجويع كل السكان في غزة. أما مدينة رفح التي أصبحت تعج بالناس التي تتجاوز عددهم 1.5 مليون، فالوضع فيها كارثي خطير جدا. الماء المنزل لا يصل إلى المنازل إلا كل أسبوعين بفعل انعدام مادة السولار لتشغيل المولدات لإخراج الماء من باطن الأرض. الوضع البيئي كارثي. القدرة البلدية لإزالة الركام والنفايات من مراكز الهواء ضعيفة جدا، لأن لا توجد آليات، لا توجد مادة البنزين والسولار لتشغيل هذه العربات. الوضع الاقتصادي مخيف جدا. الأسعار أصبحت مخيفة جدا. سعر كيلو السكر كان قبل الحرب يساوي 1 دولار، اليوم يساوي 30 دولار. لتر البنزين قبل الحرب كان يساوي 2 دولار، اليوم يساوي ما يزيد عن 60 دولار. والقائمة تطول، القائمة تطول من الأسعار الجنونية. طبعا الناس فقدت كل ممتلكاتها، كل مقتنياتها، حتى ما كان متوفر لديه نقود أصبحت في علم الغيب، تبخرت. لا يوجد نقود مع الناس، لا توجد مستلزمات، لا ملابس للأطفال، لا فراش، لا أغطية. كل أصبح في حالة عوز كبير. لذلك نداءنا لكل العالم أن انصروا غزة وأغيثوا غزة من هذا العدوان الصهيوني. إلى كل الأمة الإسلامية والأمة العربية، إلى كل أحرار العالم، كفاكم صمتا، كفاكم عزا. العدوان الصهيوني مستمر وأنتم تتفرجون. دمتم بخير يا شرفاء الأمة العربية. فقط غزة تستغيث كل الأمة العربية أن أوقفوا العدوان الصهيوني على غزة. غزة المدينة البسيطة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها أصغر مدينة في المدن العربية، تستغيث الأمة العربية أن ينقذوا غزة من هذا العدوان الصهيوني. العدوان الصهيوني استهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني في غزة. المدارس انتهت، ضاع العام الدراسي على الطلاب. الجامعات تم تفخيخها وتفجيرها، أصبح التعليم معدوم. الصحة كما شاهدتم خرجت معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة بفعل اجتياح العدو الصهيوني لها. دور العبادة، المساجد تم استهدافها، أصبحت الناس بلا مأوى. الناس أصبحت تسكن في الشارع بلا مأوى، بلا خيمة، بلا أي شيء يقيها، لا البرد ولا الحر. لذلك أغيثوا غزة، أغيثوا غزة. الناس جوعى، الناس يتضورون جوعا بسبب عدم توفر الأغذية والأطعمة. حتى الأطعمة التي يتم استخدامها من العدد من الداعمين فهي لا تكفي ولا تسد حاجة الناس. عدا عن سوء التغذية للأطفال، انعدام مادة الحليب للأطفال، انعدام الأغطية، انعدام الملابس للأطفال، فما بالكم بأصحاب الأمراض المزمنة، الضغط والسكر والكلى والقلب وأمراض السرطان، لا يوجد لهم أي علاج. نستغيثكم أغيثوا غزة. Cap Radio.